بعدها ما فكرت تروح يعني؟ والله كان فيه بس ما ادري شو اقول لك، خلاص ايش يعني ما ادري، وصلت مرحله اني خلاص ما عاد ابغى العب. ما تعتقد انه نهايتك كانت يعني خساره لك ايضا؟ ألا انت ألا عندك فرصه انا مبكره إيه جدا، خساره يعني ما هي سهله بالنسبه لك يعني، لاعب لازلت يعني ممكن تعطي اكيد إيه. الا الا فعلا تعرف اللي يجيك شوي احباط وشوي ما تدري احبط افكار اي اكيد طبيعي إيه. من وش من ايش احبط؟ وش اللي احبط؟ من الوضع ما كان صحي ابدا. انا اعترف لك يعني ما كان صحي ابدا، الحمد لله عدت. ايش وين ما كان صحي بالضبط؟ في ايش؟ انا اقول لك في اداره الهلال ما كان صحي ابد صراحه، مع احترام الجميع كان في ناس حرام انها تكون في الهلال. زي مين؟ ما احب اذكر اسامي، انا ما احب اسمي خاصه في الاشياء اللي مو بزينة أو مو بكويسة، ما أحب أذكر. مو في الأشياء الزينة أذكر شخصيتك ما كان.